أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنسابي جاءوا للحفل على شوق فاجزهم الجنة يا باري فاجزهم الجنة. عليكم المتابعين ديالنا العزاز، كديرين بخير؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. المهم هذا النهار ان شاء الله غادي نحاول ما امكن نشارك معكم اي حاجه درتها، واخا صراحه ما بقيتش كنصور والو. ايوا ماشي مشكل. المهم انتم غادي نبدا معكم. هانتوما الكيس ديالي هرستلو يدو، ولكن ماشي مشكل غنستعملو واخا هكاك. ايوا دابا غادي نفطر بسم الله. هانتوما واحد الكويس ديال القهوة، قهوة كحلة بلا سكر، وهاز زيت العود والخبز. جابت لي شيماء هنايا بزاف ديال الخبز، سحب ليها غناكل هذا الشيء كامل. بسم الله بسم الله على بركة الله. فطور صحي ياكو زيت العود وكاس ديال القهوة بلا سكر شي فور. المهم انتما قولوا لي الراي ديالكم، راه ولينا حولنا البطل لهاد القند. صراحه هذه زوينه حيتاش ما عندناش فين نحطوا ديك البطل، ديك البطل البيتاغاز. صافي هنايا كاين واحد الشرجم صغير، صافي درناه مسدود زعما ما كيطلش على برا، كنا دايرينه وشويه سدينا. صافي حطينا هنايا بيتاغاز وحطينا هنايا هادي. صافي وهادو ديال العطريه حطيتهم هنا باش نبقى نوصلهم فاش كنبغيهم. كون زعما ماشي انا راه غادي نحطهم هنايا في الشرجم، ولكن ما نقدرش نوصلهم. صافي وحطيناهم هنايا. ايوا المهم يعني ولا شويه بعد هاد البوطاجي واسع شويه ملي رجعنا البوطه لهاد الجهه، كاين لي سباس هنا خاوي. ايوا هادشي اللي كاين الحوت. ايوا صافي من بعد ما فطرت دابا غادي نقي هادشي اللي عطى الله ديال الخضره. المهم النهايه ديال الاسبوع ديال السوق ما كاينش الخضره، دابا كاينه غير البطاطا والبصله وواحد الطريف ديال القرعه الحمراء. صافي هادشي اللي كاين، الطاجين بشويه ديال الخضره، ولكن جا هو هذاك واخا هكاك، وشويه ديال الدجاج وشويه ديال اللوبيا كانت في الفريغو. المهم انتم كتشوفوا الطويجين ديالنا، درت فيه شويه ديال القزبر وغنخليوه دابا حتى يطيب ان شاء الله. ايوا عاد غادي ندوزو باش نشارك معكم النهار ديالي كيفاش غندوزو. ايوا هذا مكان عماد، ما يطرا تسكر ها ما يستني نمتن. يلا بسم الله. انا عماد المشاهدين راه عمرتك بسم الله، عمرت باه راه يلا عمرت عطنا عمرت بزاف خلي انا عماد هادي تعمرت يا واو حتى قدرت وتا مرقنا طدي صافي. يلا يرا السكر غير شحال من السكر راسي وقضاص وقلب بنا بسم الله. ما يطراس السكر امان امان وكان مي هاي تعمرت يا عماد هاي تعمرت. يلا رارت ناقصه الغرن. يلا عاود شوي ناش نعمشي. يلا سير هكا شعي مادي ورا رفينا صحا. يلا تجوي تدغيس البوطة صمزان. صافي اخو
اخوتي دابا غادي نديرو واحد الشنيك كنشاركته معكم شحال هادي، ودابا غادي نشاركو عاوتاني معكم. بسم الله غادي نبدا ندير جوج كيسان ديال الماء. ملي درنا دابا الماء غادي ندير شويه ديال السكر، غادي ندير جوج معالق بارك علينا، وغادي ندير الخميره بسم الله. المهم الخميره كتبقى على حساب الجو. المهم غندير شويه ديال الملحه، وغادي نخلط دابا هاد المكونات حتى تذوب ليا هاد السنيده، ونبقى نضيف الدقيق. اللي عنده واحد الضانون يضيف ضانون، انا ما عنديش، نسيت انا جبتهاش في السوق واليوم عاد النهار السبت. المهم اللي دارت ليا السنيده دابا كنديروا الدقيق وكنغرب لا يكون فيه شي حاجه، صراحه ما فيه والو. المهم دابا غادي ندير شويه ديال الزيت، واحد المعلقه ولا الحفينه ديال الزيت. المهم غادي نعجن دابا هاد العجينه كامله حتى تجي قاسحه شويه، تجمع راسها وين تولي عجينه وصافي، ونخليها حتى تخمر ونتلاقاو ان شاء الله. ايوا هنايا من بعد ما خمر الشنيك ديالنا هانتوما كتشوفوا راه تضاعف الحجم ديال العجينه، راه تبارك الله نفخات خليت عنيت ما عنديش الوقت وخليت حتى لقيتها راه شويه ما تكفحات. كون زعما شي حاجه جاريه صافي غادي تسيح. ايوا المهم ماشي مشكل. المهم هانتوما كتشوفوا هنايا كنقرص في العجينه، غادي نقرصها مزيان حتى ترقاق. المهم انتما كتشوفوا، المهم غادي نحاول نقرصها هكا مزيان، واخا المهم راه زربت الفيديو باش ما يجيش طويل، راه زربته صراحه هنايا كتلصق ليا في الطبله، ما عرفت علاش ولا الطبله حرشه صافي كتلصق ليا فيها. ايوا صافي بديت كنكثر في الدقيق، انتما كتشوفوا الدقيق راه كثرته، كترنيت بزاف ديال الدقيق ولات الطبله بيضاء. هانتوما كتشوفوا بليت كنستعن بالدلاك. وصافي هنايا جبت الكريم باتيسري، صراحه ما شنو سميتو قصحته شويه كثرته، فاش صايبته كثرته شويه، داكشي علاش جاني هكاك. ايوا ماشي مشكل. المهم هانتوما كتشوفوا راه وليت كنطويها، هانتوما شوفوا لصقات ليا هنايا شويه. ايوا صافي يعني كملت العجينه ديالي، لويتها كامله هكا وحربلتها واحد شويه باش تجيني رقيقه شويه. الصراحه راه فايت ليا صايبت هاد الشنيك، راه جاني زوين ولكن هذا الصراحه ما عجبنيش، ولكن ماشي مشكل راه التكال واخا هكاك. المشكل اللي فيه هو خليت العجينه مرخوفه بزاف، ولا حيت ما فيهش ضانون، حيتاش الاول فاش كنت صايبته راه درت فيه دانون، وهذا جربته بلا دانون راه المهم جا ماشي جا كيف ما بغيتو. انا ما كيبانش ليا فيه داك الشوكولاط وديك الكريمه، ولكن فاش ضاب زعما راه زوين واخا هكاك، راه الشوكولاط داب وبان. المهم انتم ما تشوفوا الشكل النهائي ديالو. المهم اللي خليناهم حتى خمروا شويه عاوتاني، دهناهم بصفار بالبيضه كامله صافي، درناهم هنايا يطيبوا. ايوا المهم انتما كتشوفوا هالشنيك ديالنا واخا ماشي تالتم، المهم ما عجبنيش بحال هادو نيت اللي في الوسط هنايا، صراحه ما جاش الشكل ديالها بحال الا كاع ماشي شنيك. ايوا ماشي مشكل. المهم صراحتكم قلت لكم شنو كاين باش اللي بغى يديرو يقصح شويه العجينه. ايوا هذا ما كان يا الخوت. المهم شنيك بلا الزبده بلا ديك الورقه، وما عرفت عجين مورق ولا ما عرفت اش كيسميوه. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو ديالنا، ما تنساوناش من واحد اللايك وواحد البارطاج، وتهلاو في ريوسكم حتى الفيديو الجاي عاوتاني ان شاء الله مع شي وصفه. واخا صراحه فشلنا اللي عاوتاني في هذا هاد الشهور، الله الا فشلنا. المهم انتما كتشوفوا مره كتجيني التصوير زوينه، مره كيجيني كحال، مره ما عرفت زعما علاش كيتبدل.
مهم الا كحزت التليفون الحداطه وراه كيبان هكا في واحد اللون، الا بعدتها شويه كيبان في واحد اللون، ما بقيتش عارفه اش غندير. المهم انتما كتشوفوا ها هو عاوتاني دابا راه تبدل اللون ديالو، ملي غنكحز عاوتاني شويه التليفون غيتبدل اللون ثاني. ايوا المهم تهلاو في ريوسكم، وما تنساوناش كما قلت لكم باللايك والبارطاج، وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. الله يعاونكم.